طيب نكمل مع بعض جمل الاف او السلكشن ستيتمنت. في المحاضرات الماضيه اتكلمنا عن انواع الاف بشكل عام، قلنا في عندي السمبل اف، في عندي الاف الف، في عندي النستد اف، في عندي الاف الف اف، وقلنا على جنب كده في جمل السلكشن في عندي الاوبريشنال اوبريتور للسلكشن وفي عندي السويتش. فشرحنا في المحاضرتين الماضيتين نوعين من الاف، شرحنا السمبل وشرحنا الاف الف. في الفيديو اليوم مع بعض او في محاضرة اليوم هنشرح مع بعض نوع ثالث من انواع الاف اللي هي اف الس اف. هنشرح نوع اف الس اف. هذا النوع من انواع الاف انا بحتاجه لو كان في عندي حاجة لتحقيق اكثر من شرط، والشروط تكون مضادة او الشروط تكون متناقضة عكس بعض، تمام؟ يعني ما بينفع الشرطين يكونوا متوافقين، لا، شرط اذا الشرط هذا خطا بروح الى الشرط الثاني، اذا الشرط الاول صح ما بروح الى الشرط الثاني، يعني الشروط مالها متضاده، مش شرط تكون متوافقه او مش شرط لازم تكون مش متوافقه، تمام؟ كيف بتنكتب؟ هي اف لو كان في عندي انا انتجر اكس بيساوي قيمه معينه وانا عايز ابحث هل الاكس اكبر من 10، إذا بتنفذ مجموعة جمل. إذا لا الإكس مش أكبر من العشرة يا أحمد، فأنا عايز أقول له تعال هل الإكس أكبر من 5؟ إذا هنفذ، إذا لا بقدر أسأل سؤال ثاني. تمام؟ إلس إف بحط الشرط، هل الإكس أكبر من الصفر؟ إذا بنفذ. تمام؟ إذا لا بقدر أحط كمان إلس إف أو بقدر أنهي بإيش؟ بإلس. إيش معنى الكلام هذا؟ معنى الكلام هذا لو كانت الإكس أكبر من العشرة بدي أعمل حاجة، وإلا إذا كانت أكبر من الخمسة بدي أعمل حاجة، وإلا إذا كانت أكبر من الصفر بدي أعمل حاجة، وإلا يعني لو كانت صفر وأقل بدي أعمل إيش؟ الكلام اللي هنا. وهذا الكلام ينطبق على مثلا لو بدي اعمل برنامج عشان اطبع للطالب تقدير جامعي، انا بدي اياه لو كان اكبر من او يساوي 90 اقول له ممتاز. طيب غير هيك اقول له جيد، اقول له راسب، لا، في حلول اخرى، في حالات اخرى. يبقى اذا هو كان 90 فاكثر ممتاز، والا اذا فوق ال 80 جيد جدا، والا اذا فوق ال 70 جيد، والا اذا فوق ال 60 ناجح، والا عفانا الله واياكم راسي. تمام؟ واضح؟ هذه هي الطريقة تبع الاف الس اف. بتنكتب بالطريقة اللي قدامنا. مع الأخذ بعين الاعتبار ما في فاصلة منقوطة بعد الشروط. ممنوع. ما في فاصلة منقوطة بعد الالس. ممنوع، لأنه كل هذه في البرمجة تعتبر جملة فهنسميها اف ستيتمنت، جملة اف. تمام؟ الفاصلة المنقوطة بتتحط فقط متى؟ بعد نهاية الجمل أو الأوامر اللي جوا. وبرضه بنفس الطريقة لو كانت الأوامر اللي عند نجاح أي شرط أكثر من أمر محتاجة أسامة شحطها؟ فأقواس بالطريقة هذه. لو كان كنت محتاج جوا الاف أنفذ أكثر من إيش؟ أكثر من أمر. تمام يا شباب؟ هذه اف الس اف. اف الس اف. تعالوا مع بعض ناخذ شق عملي إلها عشان نفهم السؤال بشكل واضح، هنشرحها على تقدير الدرجات للطالب. يلا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، هناخذ مع بعض الآن فيديو نشرح فيه جملة الاف الس اف بشكل عملي، شرحناها من شوية بشكل نظري، نكمل مع بعض فيها بشكل عملي. الآن في عندي أنا البرنامج المفترض هيستقبل من الطالب الدرجة تبعته وحيطبع له هل تقديره ممتاز، جيد جدا، جيد، ناجح، ولا راسب. تمام؟ فهذا التقدير ماله جاي من فوق لتحت، يعني إذا علامته 90% فما فوق بكون ماله؟ بكون ممتاز، وإلا إذا علامته فوق 80 وهكذا. تمام؟ فأنا حاجي على الدرجة هعمل الثاني، هقول له إف المارك أكبر من أو يساوي 90، إذا كان أكبر من يساوي 90
حقول له ايش؟ حقول له انت ممتاز. حاجة اطبع اي جي اوبشن بين دوت شو مسج ديالوج وهي النل، وبعدين حقول له ايش؟ اكسلنت. طيب السؤال، اذا كان الطالب علامته مش اكبر من 90 اقول له بس ناجح وخلاص، ولا في حالات اخرى؟ طيب الحالات الاخرى بدها شرط ولا بدها الشرط؟ بدها شروط. عشان بدها شروط والشرط الموجود مختلف عن اللي فوق، يبقى بحط بإف إلس أو إلس إف. هاي إلس إف، تمام؟ طبعا إلس إف لا تكتب مع بعضها، إلس إف لحال، تمام؟ لا مش شرط، تمام؟ هاي ترتيب برمجة. طيب إذا المارك أكبر من أو يساوي كام؟ 80. أنا حاخد هذا عشان السرعة، بدي أطبع إيش؟ Very good. تمام؟ وإلا هاي إلس إلس إف. إيش الشرط اللي بعد كده؟ سمعني صوتك، سمعني صوتك. أكبر من أو يساوي 70، إيش أطبع له؟ أطبع له جود. تمام؟ إيش ضايل احتمالات؟ ضايل احتمال ولا أكتر؟ احتمال ولا أكتر؟ طالما ضايل أكتر من احتمال لسه إلس إف. ايش الاكثر من احتمال؟ يا اما باص يا اما فيل. يبقى في عندي اكثر من احتمال، يبقى انا محتاج على الاقل كمان شرط لسه. يبقى هقول له إلس إف، هعمل التالي: مارك اكبر من او يساوي 60، هقول له ايش؟ باص. تمام؟ ضايل احتمال ولا اكثر؟ خلاص ما باقي كله احتمال واحد هو راسب. تمام؟ يبقى ما بقول له اف، بس إلس، والا ما باقي كله اي شيء ثاني غير هيك اطبع له ان هو ايش؟ ان هو للاسف فين. تمام؟ عافانا الله واياكم من الفشل. تمام؟ طيب هيك انا لو نفذت، تعالوا مع بعض ننفذ. تعال مع بعض، هيقول له والله انت 90، انت 90. نفذ، قال له اكسلنت، تمام. طيب تعال قول له انت 45، هي فيل. تمام؟ طيب تعال قول له 105، بياخذ؟ حياخذ 105، راح تقول لها اكسلنت. طيب في حد بيجيب 105؟ ما فيش. كيف بدي اعالج هذه؟ في عندنا حاجه بنسميها الشرط المركب. شرط المركب يعني شرطين مع بعض، شرطين مع بعض زي الاند والاور. تمام؟ الاند والاور كيف نعملهم؟ تعال هي اف المارك اكبر من 90 اند، والمارك اقل من او يساوي 100. هيك هذا بنسميه شرط ايش؟ شرط مركب. انه المارك اكبر من او يساوي 90 اند، عند اللي هي شفت مع 7، شفت مع 7. تمام؟ بنعملها مرتين. هذا معناها انه لازم يكون الشرط الاول صح والشرط الثاني صح عشان ينفذ. لازم يكون علامه اكبر من او يساوي 90، ولازم تكون اقل من او يساوي 100. غير هيك بكون الشرط ماله؟ بكون الشرط خطا. لو نفذنا الان وحطنا له 105، حيروح على مين؟ على اللي بعده. طيب ايش نعمل له؟ كيف نشتغل له؟ تمام؟ بدك تشتغله بالطريقه هذه. هذا السؤال احفظوه معانا، حنكمله ان شاء الله لما ناخذ اللوب. لما ناخذ مين؟ اللوب. حصير ما فوتش الا ايش؟ الا يكون دخل صح. الا يكون دخل صح. تمام يا شباب؟ واضح؟ نفس الفكره، السالب حيعتبره فيل. تمام؟ الآن مبدئياً عايزك تفهم تسلسل الإف إلس إف. هذه شرط مركب بنكون فاهمينه. طب ما دخل لي بالغلط إيش أعمل معاه؟ ما دام دخل لي بالغلط أنا بدي أصير إيش؟ بدي أصير أنا أعمل له أهلوب إلا يدخل صح. تمام؟ يا إما حضطر أعمل هنا كمان شرط مركب أكبر من أو يساوي 80 وأقل من 90. تمام؟ وبتكملها.
حنشرح نكمل مع بعض إن شاء الله في محاضرات جاية، حنكمل مع بعض النوع الأخير من أنواع الإف وجمل سويتش وجمل الأوبريشنال أو الأوبريتور كويستشن أوبريتور. يعطيكم العافية.